انتهى. اي انسان اذا مات ابن ادم، اي انسان على وجه الارض اذا مات انقطعت صحائفه، انقطعت صلته بهذه الدنيا، انقطع عمله الا من ثلاث ابواب او من ثلاث ينابيع، كل ما شئت تنتفع بها بعد موتك. والحديث في صحيح مسلم يبدا النبي عليه الصلاه والسلام حديث عن هذه الثلاث: احرص عليه لان لا ينفعك شيء، لن تنفعك زوجه، لن ينفعك ولد، لن ينفعك منصب ولا جاه ولا سلطان، لن ينفعك يوم ان تاتي بين يدي الله الا ما قدمت. الله جل وعلا
كما يقال اليوم على سبيل المثال، إذا إنسان حدث له مظلمة من أحد يقول الله أنا عندي آثار نفسية وآثار مادية وآثار معنوية، أنا أصابني ولا أرضى إلا بكذا، ويستأنف ويظل حتى يحصل على أكبر قدر. هذا في الدنيا، أمر الآخرة كذلك، لأنك مظلوم وهو ظالم، ومن قال له يظلم؟ وهذا المظلوم الذي صار هذا الزمن كله حتى وقف بين يدي الله جل وعلا، حق له أن يأخذ حقه كاملا غير منقوص. ولذلك يقول ربنا: ويوم يعض الظالم، يعض الظالم على يديه لا يجد لنفسه مخرجا، هو يريد، لكن المجال والمقام مقام حسنات وسيئات، فإن فنيت حسناته كما قال صلى الله عليه وسلم أخذت من سيئاتهم فحملت عليه فطرحت. هذا هو المشهد يوم القيامة أيها الأحبة، المشهد صعب وليس هينا. ولذلك احرص، احرص على أن تستفيد من هذه الدنيا بقدر ما تستطيع لآخرتك، احرص، لن ينفعك شيء. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. نعود إلى حديثنا، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة الجارية، أمر بسيط وسهل لكنه يزن في الحسنات وفي الصحائف. والصدقة الجارية هي أن توقف شيئاً، توقف شيء يضر لك الحسنات حتى ينتهي هذا الأمر، كمن يبني مدرسة أو مسجداً أو بئراً للماء، مثل هذه الأمور المخفية، أو مستشفى، هذا يسمى الوقف الصدقة الجارية. وسميت جارية لأن ثوابها جار في الصحائف لا ينقطع، ثوابها جار. الذي زار إلى المدينة، الذي زار المدينة يعرف أن ثمة ما يسمى ببستان عثمان رضي الله عنه وارضاه من التموم. هل تعلم أن سيدنا عثمان رضي الله عنه أوقف هذا النخيل، وإلى يومنا هذا، إلى يومنا هذا، هذا البستان يطرح ويخرج ثمار؟ تذهب إلى صحائف هذا الخليفة العظيم سيدنا عثمان رضي الله عنه الذي ذهب إلى مكة يعرف أن ثمة عين بمكة تسمى عين زبيدة، الآن يقول الناس عنها اسمها عين زبيدة، مشهورة ومعروفة إلى الآن، هذه العين موجودة. زبيدة هذه هي زوج هارون الرشيد الخليفة المظلوم، لأن الخليفة ده كان رجلا عظيما في تاريخ الأمة، لكن أرادوا أن يمسح
تعرف كازينو الرشيد وهكذا. وكان الرشيد يحج عاما ويغزو مع الجيش عاما ويجلس لطلب العلم عاما. أرأيت كيف قسم الخليفة وقته؟ قال سنة أذهب للحج مع المسلمين. كان الحج يومها لم يكن بالطائرات ولا بالسفن، إنما كان على الدواب، فيستغرق الإعداد وما بعد. وعام آخر يذهب مع الفتوحات، وعام آخر يطلب العلم الخليفة العظيم هارون الرشيد. كان إذا رأى سحابة تمشي في السماء يقول لها أمطري هنا أو هناك، حيثما أمطرت جاءني خراجك. هذا هارون الرشيد. كانت زوجته من الصالحات، امرأته لم تكن زوجة خليفة فتجمع المال لنفسها، فقررت أن تحفر بئرا للحديد، فحفرت بئر عميق وأجرت العيون على الطريق، فإلى يومنا هذا عين زبيدة أو زبيدة لا زال الناس يشربون منها. هذا كله أجر. وهكذا الوزارات الحكومية اللي تتبع الحكومات، إنما أعني ما أو